الحمد لله. الحمد لله على سلامته. اليوم المساء بتاخدوه على البيت. يعني ما في اي خطورة على حياته؟ هو الافضل يضل ليلة كمان، نطمن عليه اكتر. بس دكتور احنا مضطرين، احسن بلا ما الصحافة تدرى وتصير فضيحة. القرار بيرجع لكم. عاصم انا مدين لك بالتأكيد، وما رح انسالك هالجميل ابدا. خلوه يرتاح هلا، بضل تحت المراقبة لليوم المساء. ماشي. شوي ورح يطالعوا، اذا بدكم استنوا بالغرفة. طيب الف حمد وشكر لك يا رب. هلا لازم نفكر شو بدنا نقول. صهري بعد ما تطمن على سليم خود عثمان معك وروحوا على الشركة، وانا بخبرهم بالبيت. انا رح ضل هون مع سليم. ماشي ضل هون. ومرام شو بدنا نقلها؟ ما بعرف، بس رح فكر بشي يقلب الموقف لصالحنا. انت لا تاكل همه، خلونا نمشي يلا. تعالي مرام. عادي شو بكون؟ عادي عادي عادي. بالأول بدي اياكم تهدوا وتسمعوني، لأنه بدي أخبركم إنه ما في شي بيخوف. الوضع كتير منيح، يعني ما في داعي تقلقوا. ماشي منير احكي بسرعة، قلبي مانو متحمل. سليم حاول إنه ينتحر. خاف الله اهدي لك أختي، هو كتير منيح. هلا طمني. اهدي اهدي عادي اختي عادي، خلاص احكي لي الحقيقة منير، ابني كيف وضعه؟ هي هي الحقيقة، هلا هو بالمشفى ورشاد عنده، لا تخافي. كيف صار هيك وهلا كيفه؟ كنا قاعدين بغرفة الاجتماعات وصهري كان هنيك، بعدين عثمان شافه لسليم وهو داخل على الشركة، قطعنا اجتماعنا وضلينا نستناه لحتى يجي. استنيناه كثير بس ما اجى، انا قلقت كثير عليه وطلعت لحتى اشوفه. رحت لمكتب صهري، كان الباب مفتوح، لقيته هنيك، كان فاتح الدرج وماسك السلاح بايده، حاولت اسحب السلاح من ايده قام قوص حاله. اهدي اهدي عادي، صدقيني انا حاولت اخذ السلاح منه قبل ما يقوص على حاله، بس هو كان اسرع مني، وفجاه ما حسيت الا وهو على الارض، قوص حاله ناحي البطن، بس الجرح الحمد لله مو غميق. بدي اشوف ابني كيف هلا اخذني لعنده. منيح منيح اختي طمني. بدي روح شوف ابني منير. استني وقفي يا اختي، ما في اي حدا منكم هلا رح يتحرك من هون، اقعدوا. بدي شوف ابني مجان الله. خليكي مطرحك اختي، اهدي شوي بقى. وانت عادي اليوم المساء رح يطالعوه. والله منيح والله يا اختي هو منيح، جرحه كان سطحي. اشربي اختي. بحلف لك يا اختي منيح، رشاد هلا عنده وعثمان كمان معهم هنيك، اذا هديتي رح اخذك لعنده، اتفقنا؟ يلا هدي لي حالك شوي. والله ماني مصدق اللي صار، بس الحمد لله انقضت على خير. لو ماني ملحقه ابصر شو كان رح يعمل بحاله. يا ربي تحمي. بمين بدك تتصلي هلا؟ تركي من ايدك. بجوز اليوم المسويات يطالعوا من المشفى. عادي كان رح يموت حاله مشاني. تركينا من هالحكي هلا، ما رح يجيب اي نتيجة. لو بتعرفي قديش عانينا لحتى ما يسمع حدا باللي صار. دخلناه على المستشفى باسم تاني غير اسمه، والدكتور عاصم ما قصر، هو اللي اسعفه، وهلا طالعوه من العناية واخدوه على غرفته. ما في اي حدا معه خبر، هيك احسن. وهو منيح هلا؟ ايه منيح، حكيت معه قبل ما اطلع اختي، وقال لي لا تجيب سيرة لأمي باللي صار مشان ما تزعل. أنا تركته كانت نفسيته كتير تعبانة، مسكين انضغط بهالفترة الأخيرة، أكيد ما قدر يتحمل كل هالشي اللي صار معه. مرام بدي منك من هون ورايح تحسني معاملتك معه. قلت لك عود.
تورط حالك مشكلة كبيرة. شو مات؟ لو كان مات ما كنت قاعد قدامي هلأ. مين انت؟ كم واحد قتلت قبل هيك؟ كم واحد قتلت بالسلاح اللي قوصت فيه ابني؟ كم جريمة ارتكبت قلي؟ انا ما قتلت حدا. السلاح مستخدم بقضايا ارهابية. شو؟ لك رفقات منتشرين بكل مكان، تم التأكد من السلاح، كلهم انكشفوا وانقبض عليهم. انا مالي علاقة بهالسلاح. عم تكذب ولك؟ بدك تنفذ منا؟ لنشوف كيف رح تنفذ. هذا السلاح لسلمته لكريم، مانو لإلي. بس بصماتك كانت عليه، ونحن شاهدين لما سحبته وقوصت فيه، يعني السلاح لك. انت عم تتهمني مشان تخلص مني ما هيك؟ احسن لك تترحم على روحك من هلأ مصطفى. حياتك صارت بإيدي أنا، فهمت؟ يعني فورا فيني اتخلص منك أو احبسك وما حدا رح يعرف لك طريق. بس أنا ما عملت شيء. كنت رح تقتل ابني قدام عيوني. هو اللي بلش بالأول، هو وعثمان رشدان ورفيون كلياتهم بيستاهلوا ينقتلوا. اسمعني، يا اما بتقعد وبتسكت يا اما بتضل طول عمرك مقبور هون وتحاكي الحيطان وما حدا رح يسمع صوتك. بس في حل تاني، صدقني هالحل احسن لنا الاثنين. انا هلا ابني عم اقدم لك فرصة عمرك مثل ما لك شايف، بحيث ما في اي حدا فينا يطلع خسران. انا فيني شنطتك بالعبوس، وفيني نسيك اسمك، بس انا رح استوعبك. بجوز انت مانك مصدق الشيء اللي انا رح اقوله. ابني انا بحترمك وكتير بقدرك، لأنه لساتك واقف على رجليك بعد كل شي صار معك بحياتك، لساتك قادر تتحمل. بس لا تنسى أنك شاب بأول عمرك يا ابني. إذا تنحت وعانتني أنا فيني سود لك عيشتك وخليك تمشي بالشوارع تحكي مع حالك. إذا بتاخد هدول المصاري بتعيش مثل الملوك وبتنسى كل شيء. انت بتعرف من وين تنبع قوة هالمصاري؟ قوتها بانها بتحسن تنسيك الماضي. وتمحي لك ذاكرتك كمان. معقول هدول الجماعة لهم علاقة ببيت رشدان؟ هن من نفس الضيعه.